دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فاندر بيلين إلى الاحتفال بيوم الأرض وإطفاء الأنوار في مساء السبت. حرص نمساويون على إيقاد الشموع أمام تمثال شهير في وسط فيينا، هو بمثابة تذكار لانتهاء أزمة الطاعون قبل 300 عام، وهو ما اعتبره النمساويون تفاؤلا بقرب التخلص من كارثة فيروس كورونا. وقد طلبت الكنيسة في سالزبورغ رفع صلاة خاصة مشتركة من أجل انتهاء الوباء. وقال المستشار النمساوي سباستيان كوركس أنه يأمل في انخفاض معدل الإصابة بالمرض إلى أقل من 10% قبل حلول عيد القيامة، مشيرا إلى أن خسائر التجارة بلغت 140 مليون يورو يوميا. betonen, die Lage ist ernst und sie ist weiterhin ernst. Die einzig validen Daten, die wir im Moment haben, sind Zahlen, was die Toten betrifft, was die Menschen betrifft, die intensivmedizinische Behandlung brauchen und was die Menschen betrifft. وقد خصصت الحكومة النمساوية مليار يورو لمساعدة الشركات على التوسع في الاعتماد على أوقات العمل القصيرة وتلبية احتياجات السيولة وتوفير الأجور. وقد حذرت مارغريت شرامبوك وزيرة الاقتصاد النمساوية من الانفجار في أعداد العاطلين والذين اقتربوا من 200,000 طلب إعانة بطالة خلال أسبوعين. وقد استمرت حالة الهدوء في الشوارع النمساوية فيما تستعد البلاد لبدء التوقيت الصيفي اعتبارا من مساء اليوم، حيث يتم تقديم الساعة.